يا الشمس نوري على الأرض الطيبين، يا نيل اجري بالخير ليهم الدين، بارك يا رب في أرضها واحفظها يا رب العالمين. النيل نجاشي حليوة واسمر، عجب للونه ذهب ومرمر. مشينا في رحلة لأحضان النيل، ورحنا بلد الابتسامة الصافية والوشوش الدافية والطيبة الزايدة. وعشان نشوف النيل فأحلى صوره، كان لازم نروح زهرة الجنوب المصري أسوان، نشوف حضارتنا وتاريخنا ونعيش ونتخيل رحلة النيل من المنبع لحد المصب. وعشان نعرف أكتر رحنا المركز الثقافي الأفريقي بأسوان، واللي بيتعرض فيه تاريخ النيل العظيم والمشروعات اللي قامت عليه، واللي هتقدر تسمعهم هنا بصوت شخصيات عظيمة غيرت مجرى التاريخ. المركز كمان بيعتبر منارة للتعريف بثقافات الدول الأفريقية، وده هنشوفه من خلال شاشات بتعرض أفلام وثائقية لـ 54 دولة بثلاث لغات مختلفة منتشرة في 5 قاعات رئيسية. ده غير كمان المقتنيات اللي أهدتها لينا بعض الدول الأفريقية. واللي بترمز لعاداتهم ومعتقداتهم. وبما أن كل ما يكتب يبقى، فكان لازم يبقى عندنا مكتبة وثائقية كبيرة بتضم آلاف الكتب القديمة والحديثة. ده غير صور ومخططات نادرة. المكتبة بتطل على خزان أسوان، يعني وإنت بتمتع عقلك بالقراءة عينك كمان بتشوف خزان أسوان وجمال النيل. وإحنا في المركز عرفنا الشخصيات التاريخية اللي أثرت في تاريخ الري المصري، وشفنا مقتنياتهم اللي عاشت آلاف السنين. والقرب موقع المركز من مشروعنا العملاق السد العالي، فكان لازم يبقى فيه بعض المقتنيات الأثرية اللي بتشرح وتوصف مشروعنا والمعدات اللي استخدمت في بناء السد، وبيوصف المشروع اللي غير وجه الحياة في مصر. وفي ساحة المركز الخارجية هتلاقي سيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واللي استخدمها يوم افتتاح السد العالي. الساحة كمان بتضم أكبر مسرح روماني مكشوف في أسوان، وبتقوم فيه الفعاليات والمؤتمرات والمهرجانات. ده غير كمان ملعب خماسي ضخم لإقامة المباريات الكبيرة. المركز الثقافي الأفريقي مزار عالمي بيستقبل وفود أجنبية من كل أنحاء العالم. تعال اسمع وشوف تاريخنا من المركز الثقافي الأفريقي في أسوان.